اسمك؟ حارث احمد. حارث، انت شو تبيع؟ والله خضروات و بالعربانة؟ فاكهة. ايه والله الساعة حاليا مقدم على المعهد التقني. اها، يعني اعتقد يعني تقدم بعد ما قدمت، قدمت معهد تقني بس بعد ما طلع القبول مالي. وعتبيع بالعربانة؟ ابيع عربانة. شنو اللي دفعك على العمل؟ والله يعني شغل ماكو. نعم. وأسا خيار في الليف، لا أشي يجي قدامنا نبيع. نعم. زين، أنت يعني بعض الشباب إنه يتكاسل من الشغل أو يستعر من الشغل. والله الشغل ما، الشغل ما عيب يعني. نعم. أي شغلة نشتغل عمو. نعم. تنصح الشباب القاعدين على العمل؟ والله أنصحهم بالشغل، والما يشتغل يعني ما حد ينطي فلوس. نعم. زين، انت اذا راح تنقب المعهد التقني راح تستمر بالعمل؟ طبعا راح استمر بالعمل وبالدراسه ان شاء الله. زين، تنحرج احيانا من زمايلك اذا انت تدفع عربانه وتشتغل وتدرس تنحرج منهم؟ عليش انحرج؟ هم يعطوني فلوس شيء؟ ما يعطوني فلوس، بغيت انا اشتغل وادرس ان شاء الله. بارك الله فيك. على راسي عمي. شكرا. جزاك الله.